تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. انطلقت اليوم أعمال الجولة السادسة من مفاوضات جنيف الخاصة بالحل السياسي للأزمة السورية، والتقى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفن دمستورا بوفد نظام الأسد برئاسة بشار الجعفري، ومن المقرر أن يلتقي وفد المعارضة بعد ظهر اليوم في سياق المفاوضات غير المباشرة. وأوضح دمستورا أن المفاوضات ستتناول السلال الأربع التي كان قد تم البدء ببحثها في الجولة الماضية من المفاوضات والمتعلقة بالحكم والانتخابات والدستور ومكافحة الإرهاب. نشر داعش تسجيلا مصورا لأفراده وهم يحطمون قطعا أثرية عثروا عليها في مدينة دير الزور شرق سوريا، وكانت عدة مصادر إعلامية أكدت أن التنظيم غالبا ما يدعي تحطيمه للآثار ويوثق ذلك في تسجيلات مصورة، في حين يقوم بتهريبها ويبيعها سعيا للحصول على تمويل مالي إضافي. سيطرت القوات العراقية على نحو 90% من غرب الموصل وطردت أفراد داعش منها بحسب ما قال متحدث باسمها يوم الثلاثاء. وكانت القوات العراقية استعادت السيطرة على كل الشطر الشرقي من مدينة الموصل. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في مؤتمر صحفي في بغداد، قال إن تنظيم داعش ما يزال يسيطر على نحو 10% من مساحة الساحل الأيمن أي غرب الموصل. قال الكولونيل الأمريكي جون دوريان المتحدث باسم التحالف الذي يدعم القوات العراقية في الحرب على تنظيم داعش، قال إن مقاتلي التنظيم محاصرون بالكامل وعلى وشك الهزيمة التامة في المدينة. بعد سلسلة من التحقيقات أجراها المركز الوطني للأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية على مدار اليومين الماضيين حول احتمال حدوث إصابة بفيروس الفدية الخبيث، تأكدت إصابة نحو 2000 جهاز في السعودية بحسب المدير التنفيذي للاستراتيجية والتواصل الدكتور عباد العباد، مؤكدا أن الإصابة حدثت في جهات عدة حكومية وخاصة في مدن مختلفة، إلا أنها محدودة مقارنة بالإصابات التي حدثت في دول أخرى. أكد البيت الأبيض أن أي من فروع الإدارة الأمريكية لم يتأثر بالهجوم الإلكتروني العالمي الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه واستهدف آلاف الشركات والمؤسسات الحكومية في كل أنحاء العالم. وقال مستشار الرئيس دونالد ترامب في مؤتمر صحفي إنه حتى هذا اليوم لم يتأثر أي نظام فيدرالي بالهجوم، داعيا جميع المواطنين الأمريكيين إلى أخذ الحيطة والحذر. نهاية الموجز، في أمان الله.